كراسي ستة أنا هذا بعد ال في البداية أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل أخوتي رؤساء الأندية بالمنطقة الجنوبية أنكم تحملتم الجهد والعناء وبالعزيمة والإصرار ساهمتم في تأسيس رابطة الأندية لأول مرة في تاريخ الجنوب، ونزداد شرفاً أن كرمتمونا وزملائي في إدارة الرابطة والجمعية العمومية بالرئاسة، ونحن لسنا بأفضلكم. رابطتنا أهدافها لملمة الأندية، توحيد كلمتها، أخذ حقوقها، تطوير الكوادر الفنية والإدارية بدورات معتمدة للإعلاميين وللإداريين وللمدربين وللمعدين البدنيين مهمشين من الشرق والغرب، بل خياراتنا دائما ضعيفة وليست في المستوى، وكلنا السبب، كلنا مع بعض، لا رئيس ولا مرؤوس، يد واحدة وخطوة بخطوة من أجل مصلحة أنديتنا في الجنوب. أحب أن أذكر الأندية بخصوص اختيارها لرابطة، تتكلم باسمها، تأخذ حقوقها، ترفع طلباتها لجهات الاختصاص، وهذه الرابطة أتعشم فيها كل الخير وكل الجهد التي سوف تبذله من أجل إصلاح وتطوير الأندية في المنطقة الجنوبية وأخذ حقوقها واحتياجاتها. باسمي وباسم الاتحادات الفرعية في المنطقة الجنوبية أتقدم جزيل الشكر إلى رابطة الأندية في الجنوب وإلى رئيس رابطة الأندية في الجنوب وإلى جميع رؤساء الأندية الذين تواجدوا في هذا المكان من أجل مناقشة بعض الأمور التي تخص الرياضة بصفة عامة على مستوى المنطقة الجنوبية وبصفة خاصة ما يخص الأندية الرياضية. طبعا الصفة أحمد عمر الرماني رئيس مجلس إدارة نادي اليقظة للرياضة الثقافي الاجتماعي. بالنسبة لنادي اليقظة طبعا ينضم قلبي وقلبي على رابطة أندية الجنوب، طبعا الناس الحضور الدوليين في منطقة وباري اللي هو في منتزع قمة الصحراء الاجتماع الأول، وهذا الاجتماع الثاني. ونحن إن شاء الله اجتماع ناجح وامتياز.